القيادي بتنظيم داعش في ليبيا فوزي العياط الذي تمكن مراسل أخبار الآن من لقائه في أحد سجون مدينة مصراتة كشف عن اللحظات الأخيرة للتنظيم في مدينة سرت، مؤكدا أن المقاتلين عانوا من فقدان الطعام والحصار المطبق. نتابع. في الجيزة المعاناة أصبحت تزيد، يعني مسألة الأكل والشرب كانت مسألة ثقيلة جدا، يعني كان الأكل قليل جدا 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 في فترات وبعد أيام، يعني ما تأكلش في البداية، كان الأكل نقص تأكل مرة في اليوم أو كذا، يعني بعد فترة أصبحنا حتى ما تحصلش ما تأكل، حتى يوم أو يومين يمر بدون أكل يعني عادي يعني.